أولادي يا رب، اللهم أمين. حلو قوي إن احنا بدأنا قعدتنا بالطرب الأصيل من حبيبي مهدي المميز، ونيجي هنا للمزقردين اللي لابسين أحمر زي ملك وسما. بصوا بقى، انتوا أحلامكم حطيتوها في لوحات صح؟ نمسك هنا عند الزقريدة ملك. الله ملك، اظبطي ايدك كده بقى عشان استاذ فهمي ما يعلقناش. مش مهم تبص لها، سيبيها هو هيجيبها. اللوحه بتاعتك دلوقتي فيها ايه؟ ما تبصلهاش، اقول لك انا فيها بنوته بتحلم. الله، ده عندها هدف انها تطلع مهندسه. شفتي انا اللي هقولها علشان تمسكي اللوحه؟ حلم بنوته بتحلم ببكره وعندها هدف علمي. الله، يبقى من اللوحة الجميلة دي أنا هستنبط حاجة، إن أنا هواجه كل مخاوفي قدام المواد اللي أنا بقلق منها وذاكرها جدا 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 علشان في يوم من الأيام أطلع إيه؟ مهندسة. دي المسطرة بتاعتها أطول منها. جميلة، نزليها. حلوة خالص، حطيها الناحية ولا خليها هنا عشان تطلعي غيرها. وأنت بقى يا سما وريني برضه هنا هدف علمي جميل، اظبطيها كده علشان الكاميرا تجيبها. ان احنا يكون عندنا تفوق ونذاكر كويس علشان ننجح كدا. علشان اوصل للتخرج، عشان نوصل للتخرج لازم اذاكر بنجاح صح كده؟ عشان اوصل لليفل مميز وان شاء الله نبقى ابقى دكتوره والبس بقى الطاقيه دي. انا عجباني قوي الطاقيه اللي جوه اللوحه والطاقيه اللي انت لابساها واللي لابساها ملوكه. هقول لكم على رباعيه عملتها قوي حلوه خالص لبابا نويل. بابا نويل بطاقيته الحمراء من حلوان للشهداء وغمره، بيدي هدايا للاطفال، بيلعبهم ويفرحهم والنفسيه عال العال. قال يا ولاد مسلم ومسيحي، واحد قلبي والتاني روحي، ده انتوا الخير وانتوا الرسمال. بصوا الحب بقى اللي في الرباعيه دي.